الحديث التاسع عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم. اللهم إني أعوذ بك، كم واحدة في الحديث؟ أربعة. ما هي؟ زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم. هذا دعاء نبوي عظيم فيه الاستعاذة من هذه الأمور الأربعة: زوال النعمة وتحول العافية وفجاءة النقمة وجميع السخط، جميع ما يسخط الله. أما زوال نعمتك يعني ذهابها إلى غير بدل، والنعم كل ما تحمد عاقبته، وما أعطاه الله للعبد وهبه إياه مما يسره، وهذا يشمل النعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية التي يعلمها العبد والتي لا يعلمها، فيدخل فيها نعمة الإسلام والإيمان والقرآن والصحة والحواس والأعضاء والأمن والطعام والشراب، ونعمة الهضم والتنفس، ونعمة الزوجة والولد والمال والمركوبات، وإنبات الزرع وتسخير الحيوان والراحة النفسية إلى آخره. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من زوال نعم الله، وهذا يتضمن الحفظ من الوقوع في المعاصي. الدعاء هذا ضمنياً، لأن زوال النعمة يكون بسبب المعصية، فإذا قال أعوذ بك من زوال نعمتك يعني أعوذ بك أن أعصيك وأتمادى في معصيتك وأستمرئ معصيتك وأبقى عليها، لأن هذا سبب زوال النعمة. فإذا استعاذ من شيء يتضمن الاستعاذة من سببه، كما قال: نعوذ بك من سيئات أعمالنا. وسيئات أعمالنا فيها أيضا ترتب عليه زوال النعمة، وهذا في فيض القدير وسبل السلام. وقد قال الشاعر: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. والله شكور فلا تزول نعمة عن العبد إلا بذنب يحدثه هذا العبد، كما قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني من خير إلى شر، من طاعة إلى معصية، من هداية إلى ضلالة، من سنة إلى بدعة. ومن أسباب زوال النعم ترك شكرها، فحفظ النعم مقرون بالشكر، فمن شكر زاده الله من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكان السلف يسمون شكر النعمة ماذا؟ الحافظ. الحافظ يسمون شكر النعمة الحافظ، يقولون عليك بالحافظ، لأنه يحفظ النعمة الموجودة. ويسمونه أيضا الجالب، لأنه يجلب النعمة المفقودة. فمن أسماء شكر النعمة عند السلف الحافظ والجالب. الحافظ والجالب، الحافظ لما هو موجود والجالب لما هو غير موجود، كما في عدة الصابرين لابن القيم. فتضمنت هذه الاستعاذة التوفيق لشكر النعم والحفظ من الوقوع في المعاصي. الثاني ما هو؟ وتحول عافيتك. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من تحول العافية، وإذا تحولت جاء ضدها وهو البلاء. إذا تحولت نعمة الصحة جاء ضدها وحل المرض. إذا تحولت نعمة الغنى جاء ضدها وحل الفقر. إذن تحول عافيتك.
إبدالها بضدها، في العافية في الصحة مقابلها المرض، والعافية في المال مقابل الفقر، العافية في الدين مقابل الفتنة. والفرق بين زوال النعمة وتحول العافية أن زوال النعمة ذهابها بغير بدل، والتحول تغير الشيء وإبداله بغيره. وطبعا قد يكون أسوأ، قد يكون هذا أسوأ وقد يكون هذا أسوأ، يعني قد يكون زوال النعمة بالكلية أسوأ، وقد يكون تحول العافية أسوأ. شوف مثلا سبأ ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. فهو جاء بدلا من، جاء بدل لها، لكن ما هو؟ ذواتي أكل خمط غير مستساغ أو حامض، أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. النبي عليه الصلاة والسلام إذن سأل دوام العافية وثباتها، وهي السلامة من الآلام والأسقام، كما في حديث اسألوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية، رواه الترمذي وحديث صحيح. فكأن العبد يقول اللهم قد عودتني منك العافية فلا تحولني إلى البلاء. وزوال العافية قد يجر العبد إلى التسخط وعدم الرضا، وهذه مصيبة أكبر من زوال النعمة. يعني يزول المال، تزول صحة، يزول ولد، لكن إذا صار في بدلا منه كفر وتسخط هذا شر عظيم، هذا أسوأ. وقد يحل أيضا إذا زالت العافية العجز عن القيام بأمور الدين والدنيا، ولهذا استعاذ من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اختصه الله بالعافية فقد فاز بخير الدارين، فإن تحولت عنه فقد أصيب بشر الدارين، فإن العافية يكون بها صلاح أمور الدنيا والآخرة، كما في الإفصاح لابن هبيرة ومرقاة المفاتيح وفيض القدير والمرعاة. إذن العافية العافية العافية، ما أكثر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل العافية، وعلم عمه العباس سل الله العافية. من عظم العافية وأهمية شأن العافية. طيب ما هو الثالث؟ وفجاءة نقمتك. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من غضب الله تعالى وعقوبته. الفجاءة البغتة تأتي على حين غرة بلا مقدمات تفاجئ. وفجاءة نقمتك، فالنقمة إذا جاءت بغتة لم يكن هناك زمن يستدرك فيه شيء، ولا وقت لإعتاب أو توبة، ففجاءتها أشد من نزولها تدريجيا، وأشد من مجيء أسبابها أو مقدماتها. فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها، لأنه خلص منزل عذاب ما في فائدة، إلا قوم يونس لما ظهرت بوادر العذاب انعقدت في الأجواء أقبلوا إلى الله، يعني لحقوا أنفسهم، لحقوا أنفسهم في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة كشفنا عنهم، كشف الله. إذا جاءت النقمة فجأة، إذا جاءت النقمة فجأة فشأنها فظيع، كما ذكر في المنهل العذب المورود والإفصاح.
وقد قال الله سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعيمهم، فلا تغتروا بالله فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. تفسير بن أبي حاتم. قلنا يا إخواني، هذه الحضارة المعاصرة استجمعت أسباب غضب الله. هذه الحضارة المعاصرة الآن ما تكاد تركت شيئا من مساوئ الأمم السابقة إلا وفعلت. قوم عاد اشتهروا بإيش؟ اشتهروا بماذا؟ اشتهروا بالبغي في الأرض، تجبر. وكذلك قوم ثمود، وهذه الحضارة قد فعلت ذلك، طغت وبغت وطغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد وقتلوا ودمروا ونهبوا سلبوا. ماذا فعل قوم شعيب بالإضافة إلى كفرهم؟ تطفيف المكيال والميزان، وبخسوا الناس أشياءهم، وهذه الحضارة فعلت ذلك، بخست الناس أشياءهم، اعتدت على الضعيف، سلبت ما عنده. هؤلاء يأخذون ما عند الأقوام أو ما يسمونه دول العالم الثالث ويعيدونه إليهم بأبهض الأثمان. هؤلاء طففوا وغشوا وخدعوا. ماذا فعل قوم لوط؟ أتأتون الذكران من العالمين. فهل تركته هذه الحضارة؟ بل أخذت به وزيادة، ففعلت الفاحشة وفي الجنسين وقننتها وجعلتها في القوانين الأممية وفرضتها على الدول، والجندر وتكوين أسرة من رجل ورجل وامرأة وامرأة وأنثى وأنثى، واستئجار الأرحام والإجهاض وتشريع الزنا ومعاقبة من منعه وفتح المجال للحريات الجنسية ومنع الزواج المبكر ومنع الولي والمحرم. إيش تبغى من أنواع الفساد والشر في البهيمية، في الشهوات، إتيان البهائم؟ كله قننوه شرعنوه كله. فماذا بقي من سيئات الأقوام الماضية حتى فرعنة فرعون هي عندهم وطغيانه؟ يذبحون ويقتلون أبناءنا ويستحيون نساءنا، بل استحيوا نساء العالمين، جعلوا المرأة سلعة، سخروا المرأة لشهواتهم وأخرجوها، جعلوها تتبرج، جعلوها سلعة، جعلوها تسوق ويسوق بها وتساق إلى الرذيلة. فماذا بقي إلا أن يأخذهم الله أخذا أليما. وإنني والله لأرى بأن قول الله تعالى منطبق عليهم تمام الانطباق: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كأنهم ما شافوا غنى البتة ولا مر عليهم غنى. وهذا سيأتي ويقع على حسب السنن الإلهية وما نراه اليوم في الأرض ومجريات الأحداث في العالم. السنة الإلهية ستأتي ولا بد. وانتقام الله إذا جاء يتميز بثلاثة أشياء: أولا القوة والبطش، وثانيا السرعة، وثالثا المفاجأة. فعنصر بغتة والمفاجأة
المذكور هنا وفجاءة نقمتك فجأة بغتة قويا شديدا أخذا وبيلا أليما بياتا وهم قائلون أو قيلولة ولا في الليل أو ضحا وهم يلعبون سيأتي ولا تعلمن نبأه بعد حين وإذا عشنا سنراه قطعا ما في كلام لأن الله عنده قوانين سنن ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا سواء كان بحرب بينهم حرب عالمية نووية شيء عظيم الحرب العالمية الأولى والثانية انتهت بالقنبلة الذرية هذه يمكن تبدأ تبدأ بما انتهت بأشد مما انتهت به الأولى والثانية ولا صار انهيار اقتصادي والآن بوادر هذا قائمة في الأفق عملات العالم تطبع بغير رصيد ونقود رقمية ديجيتال ماني وإلكترونية ما لها أساس برمجة في أجهزة وأرصدة وهمية ثم يعني نتيجة هذا طبعا حاربوا الله بالربا ولا بد أن يحاربهم فأذنوا بحرب هذه حرب قادمة من الله قادمة يعني هذه كلام ونتيجة الربا الذي حاربوا به الله ونتيجة الأموال الوهمية التي يقرضونها بالربا يعني تصور العملية مو فقط أنه المرابا بالأموال الحقيقية لا المرابا بالأموال الوهمية في أموال وهمية تقرض ما هي موجودة أصلا والذي يعرف طريق يعني تعرف طرق المصرفية العالمية يدرك هذا جيدا أموال وهمية ما هي موجودة تقرض إيش نتج عنها؟ نتج عنها ما أعلن عنه قريبا من أن حجم الديون الموجودة في العالم الديون يعني الدول على الدول والبنوك على البنوك والبنوك على الدول والأفراد على البنوك حجم الديون العالمية 365% الناتج القومي المحلي لجميع دول العالم يعني الجي دي بي هذا الجروس دوميستيك برودكشن هذا تبع كل دولة لو جمعته لو جمعت الناتج تبع كل دولة كله لا يصل ثلث الديون العالمية إذن لا يمكن قضاؤها انتهت الآن يعني الآن المصيبة المالية العالمية انتهت إلى ديون لا يمكن قضاؤها فعندنا فقاعة كبيرة في بطاقات الائتمان فقاعة ديون كبيرة في السندات فقاعة ديون كبيرة في القروض البنكية فقاعة ديون كلها تنتظر بس لحظة الانفجار بس وإذا انهار النظام المصرفي العالمي كله وانهارت كل العملات وتبخرت كل الأرصدة هذا يعني فقط الآن نضرب مثال على كيف ممكن يأتي انتقام إلهي من هؤلاء في الأرض على أي حال الأمر لله من قبل ومن بعد ولله عز وجل بيده الأمور ويصرفها كيف يشاء وله سنن جارية في الكون ولن تجد لسنة الله تبديلا وإنما وعد به ربنا لآت وما هم بمعجزين لا يعجزونه طيب ما هو الأمر الرابع في الحديث وجميع سخطك عم النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من جميع ما يؤدي إلى سخط الله من الأقوال والأعمال أو من جميع آثار غضبه وإذا انتفت الأسباب المقتضية للسخط حصلت أضدادها وهو رضاه عز وجل فإذا أعوذ بسخطك يعني أسألك رضاك لأنه إذا أعاذك من سخطه فقد أحل بك رضاه كما في المرقى والمرعاة فهذه الجملة تعميم وتذييل وتعليل لجميع الجمل السابقة فزوال النعمة وتحول العافية وفجاءة النقمة كلها ناتج
من سخط الله تعالى، وهي آثار من آثار سخطه. والله تعالى إذا سخط على العبد فقد هلك وخاب وخسر، كما قال تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، لأنه عدم الرضا والإحسان وحل عليه الغضب والخسران، كما قال السعدي رحمه الله. ومن اللطائف هنا كما ذكر صاحب الإفصاح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدد مساخط الله على عبده، لأن فيه نوع من ترويع القلب، ترويع قلوب المؤمنين، فأجمله صلى الله عليه وسلم وعدل عن تفصيله فقال: وجميع سخطك، وجميع سخطك.